السيارة هذه طبعا بصراحة جاية اليوم أجرب السيارة دي، كان عندي انطباع معين لما قعدت أقرب مواصفات السيارة، أنا عارفها مسبقا وعارف تاريخ السيارة، بس حابب أن أطابق الانطباع بالتجربة. فأعتقد أن اليوم حتكون يعني من البداية، بس قاعد أطالع بالسيارة دي كده في مجموعة معلومات كده واستنتاجات أسئلة طلعت في راسي دفعة واحدة وبسرعة على السيارة دي، وأعتقد أن السيارة حتكون مميزة جدا. وحقول ليش اليوم، يعني حتقدر حتكون طبعا ما هي ديفينتلي فخمه جدا، بس حتكون مميزه ومضحكه وفن باكثر من طريقه. السياره وزنها 3 طن فول لود، 3 طن و90 كيلو، 3 طن و100. فالسياره بدار وزن معلومه بسيطه جدا، يعني اثقل من الجي ام سي سوبربن الطويل الشاصي الطويل ب 400 كيلو، اثقل من التاهو او اليوكون الشاصي القصير ب 600 كيلو على سياره 4 ابواب. طبعا السياره هذه الجماعه شركه فولكس واجن لما استثمروا في البراند تبعت البنتلي وضخوا فيها مليارات الفلوس، الان عملوا اشياء عجيبه في السياره دي شويه. طبعا التاريخ حقها، السياره هذه كانت سياره سباقات، سياره فخمه جدا، سياره راقيه جدا، فعملوها بشكل غريب. السياره وزنها 3 طن، السياره ما يقل ابدا 3 طن وشويه. السياره طولها 5 متر و6 من 10 تقريبا، يعني الى الان اطول سياره شفتها سياره سيدان ركبتها، ما هي ليموزين الآن، هذا السيارة ما شفت أطول منها لغاية دحين، اللي هي فئة الأربع أبواب. الليموزين طبعا بتخش في فئة ثانية زي المايباخ والرولز رويز، يعني بالذات هذيك السيارة معمولة أنها أوريدي جديدة ليموزين، ما هي جاية على شخص أكثر عادي. السيارة هذه عندنا طبعا قلنا طولها 5 متر و6 من 10 تقريبا، عرضها من المراية للمراية 2.2 متر، 2 متر وربع داخلة 2208 مليمتر من المراية للمراية. الوزن السيارة 3 طن. تصميم السيارة عملوا حاجة عجيبة في الماكينة شوية، طبعا الماكينة 505 حصان، العزم زي يعني كلمة ماسف، كل شيء عاملينه كبير وجبار في السيارة دي. العزم 1020 نيوتن متر، 1020 نيوتن متر. في شركات كبيرة جدا من الشركات السيارات الكبيرة العملاقة ما بيستخدموا جيربوكس 8 نمر عجز السيارة هذه، لأنه بيستخدموا 5 أو 6 يا دوب على 800، 7 نمر على 700 ل 800 نيوتن متر. من يوم ما عدوا 800 نيوتن متر انا عارف يصير مشكله في الجير بوكس، الجير بوكس ما عاد يستحمل العزم اللي طالع من السياره هذه. هذه 1020 نيوتن متر، يعني عزم كافي قوي كفايه انه يلوي الجير بوكس ويلوي عمود الكردان ويلوي الديفرنس بالكامل، باور تريم بالكامل تحت. ومع ذلك الشركه عملوا الجير بوكس 8 نمر، انا متاكد انه الكلاتشات حقت الجير بوكس من جوا مو دبل، يعني دبل وتريبل ومصفحة حتى يدوب تستحمل كمية التورك نازلة من الماكينة. والمصيبة الثانية أنه التورك ده كله نازل على 1750 RPM، يعني الواحد ما وصل 1800 RPM حط 1020 نيوتن متر. طبعا 90% موجود منها مع الواحد بيشغل السيارة، يدوب يدوق السيارة في شغل السيارة وهي سيارة آيدل، 90% من الوزن ده من التورك ده موجود. من يوم ما بيعدل 1750 RPM، يعني دحين 1500 RPM، وهي السيارة ردي بتسارع بشكل بسيط جدا. السيارة دي من طبعا من الفخامة اللي فيها والنعومة اللي فيها، تاني واحد أول ما يسوق السيارة بيقول يعني حيقعد يتداوب وإنه نعسان وإنه السيارة حتكون مملة، بس أنا اللي شايفه من الأرقام كلها اللي موجودة في السيارة دي حتكون الوضع مختلف تماما. أنا الحين على 1500 RPM 1600 RPM وأنا ماشي 120 كيلو، وهذا يعني أنا لسه السيارة بابطة ممكن، حتى ترى الواحد ما بيشعر بإحساسه بسرعة في السيارة هذه. النقطة الثانية من 0 ل 100، طبعا تكلمنا السيارة وزنها 3 طن، 5 متر و6 من 10، عرضها 2 متر و2 من 10، التفاصيل دي كلها السيارة ماسف عملاقة، يعني كان واحد راكب حامل الطيارات، راكب وحيد قرن، ما هو راكب غزال، ومع ذلك في نفس الوقت تسارع من 0 ل 100 5 8 و3 من 10، ترى ما هو بسيط أبدا، إنه واحد يرمي 3 طن بإنسابية طبعا محدودة بالعرض بالحجم ده، حجم ماسب، حاجة كبيرة جبارة، إنها تترمي من 0 ل 100 في 5 ثواني 3 من 10 ما هي قليلة أبدا. الماكينة مربط الفرس، فين الماكينة أو إيش هي الماكينة هذه؟ الماكينة دي طبعا 6000 سموها 6 وثلاث أرباع، 6750 سي سي، طبعا هذه ماكينة جديدة بالكامل، بس شركة فولكس واجن حبوا يحترموا تاريخ وعراقة شركة بنتلي. الماكينة لها قصة، شركة رولز رويس والبنتلي كانت مملوكة لها قبل ما تتفرق بين شركة فولكس واجن وشركة بي ام دبليو، يملكوها تتفرق التو براندز ودخلوا في معركة قضائية في عام 2002 و2003 وموضوع طويل، الين انتهت بالكامل وديا الحكاية بينهم.
شركة بنتلي فولكس واجن عملوا إيش؟ تاريخيا كانت شركة رولز رويس أخذوا ماكينة من جنرال موتورز بيويك كانت بالضبط كانت 6200 سي سي، فهذا كان في آخر الخمسينيات أوائل الستينيات، كان 6200 سي سي. طبعا عشان محتاجين ماكينة كبيرة كبروها البريطانيين منه سارت إنه بدل ما صناعة ميكانيكية خطوط الإنتاج بتقفل الروبوتات أو خطوط الإنتاج الآلية اللي بتعمل ماكينة، طبعا كل عنده تجميع يدوي، فكبروا البساتم البستنس حقت الماكينة من 6200 سي سي سعة الماكينة ل 6750. طبعا التريد مارك حقه كانت إنه صناعة يدوية والفخامة والأناقة والخشب وكل شيء. طبعا المضحك إنه كان الجير بوكس حقه كمان جنرال موتورز والماكينة جي ام، فكان تصميمها 6750 وكانت عميدة كان متحد. شركة فولكس واجن عملوا ماكينة جديدة بالكامل، صرفوا عليها مبالغ طائلة، صارت 8 سلندر زي الأولانية توين توربو، هذا شيء جديد، واحترموا التصميم القديم إنه عاملة كام، طبعا كل السيارات الأوروبية واليابانية تجي عاملة كام شافتس فوق وأفضل. شركة فولكس واجن بصراحة مع التكنولوجيا اللي حط عندهم الجينيوسيتي العبقرية اللي هم فيها خلوا التصميم أبقوا عليه زي ما هو إنه العمود كان متحد، بس التكنولوجيا اللي حطوها وموانع الاحتكاك وتخفيض الاحتكاك والبساتم وزنها خفيف والتوين تورز وكل شيء، طلعوا عزم 1020 نيوتن متر. طبعا كان اللي يفتكر أيامها من زمان في الثمانينيات في من القرن الماضي كانت فولكس واجن وبنتلي ما يعلنوا أبدا على الأحصنة ولا على العزم، كان العزم كبير جدا ما كان يعلنوا على الأحصنة. ويوم ما نزلوا البنتلي توربو أيامها في التسعينيات أوائل التسعينيات كانت 230 حصان في توربو. طبعا لما انتقلت التكنولوجي في يد الألمان والمبالغ الطائلة في الـ R&D Research Involvement التطوير والأبحاث والتطوير اللي بيعملوه بيصرفوه على السيارة بيصرفوا بالمليارات بمئات الملايين اليورو ما حتى بالدولار، فرق الماكينة من 230 حصان أو من غير معلن عزم السيارة غير معلن أحصناتها وسريا كانت لذلك الوقت حول 180 حصان، نتكلم على 505 أحصنة، نتكلم على 1020 نيوتن متر على وزن السيارة دي. زي ما قلت السيارة دي الواحد لما يسوقها ممكن يعمل كده بالتاوب بشويش، والسيارة إنه سايق باخرة ويبغاله بشويش، فرامل ممتازة، وأعتقد الحين في دعسة بنزين بسيطة جدا حنشوف 5.3 هذا شو نسوي. طبعا لسه في عندنا جير، هنا عندنا دي 1 لو حركناه لتحت هذه اس 1 سبورت، هذا سبورت عندنا هنا جير بيجي على الاس كده سبورت، وكده نرده ثاني مرة يجي على الدي اللي هو درايفر العادي. هنشوفها الآن كمان شوية كيف تصير السيارة معنا.